وسنبدأ مباشرة نظرا لأننا تأخرنا شيئا ما، سنبدأ مباشرة بأول متدخل، وهو الأستاذ محمد التخيسي. الأستاذ محمد التخيسي أستاذ مبرز وأستاذ باحث في المدرسة العليا للأساتذة بمكناس، شارك في عدة ندوات في المغرب وخارجه. من أعماله أو من أهم أعماله نص ليكسبيريونس دافيريتي دون لي ليكسير دابن عثمان المكناسي، ربما يمكن أن نترجمه باللغة العربية إلى تجربة الغيرية، في كتاب إكسير لابن عثمان المكناسي، والذي نشر سنة 2012. وأيضا قام بترجمة هذا النص، أي نص الإكسير لابن عثمان المكناسي. نعطي الأستاذ محمد تخيسي مباشرة الكلمة. تفضل سي محمد تخيسي. شكرا سي أيت حنا. بداية أود أن أتقدم بالشكر لكل الطاقم الذي ساروا على هذه الأنشطة، وأخص سي بوشعيب الثوري الذي كان دائما حاضرا وكان دائما يجيب ولا يبخل بأي شيء. عنوان هذه الورقة هي الترجمة في النص الرحلي. كلنا نعلم أن النص الرحلي ليس فقط وصفا لفضاءات الآخر وبيئته ونمط عيشه وتفكيره وجوانب عديدة من مظاهر حياته الاجتماعية واقتصادية وسياسية إلى آخره، بل هو أيضا محاولة لاستيعاب الاختلاف القائم بين الأنا والآخر. إذن هو أولا وقبل كل شيء كتابة تجسد تجربة الغيرية التي، وكما قسمها جيرار دولودال سيميوتيسيا، قد تكون أحادية المنحة أو متبادلة أو معاكسة. وتحاول الكتابة الرحلية أن تعبر عن هذه التجربة متوسلة في ذلك بطرائق مختلفة تراوح بين الوصف والسرد والتعليق والتحليل والتاريخ إلى آخره. وبالتالي تأتي هذه الكتابة على شكل مزيج أجناسي يحاول الإمساك بصورة الآخر وتمريرها إلى المتلقي بشكل ناجح. النص الرحلي هو عملية ترجمة على مستويين. أولا فهو كتابة تترجم الاختلاف القائم بين الأنا والآخر وتعبر عنه وتمكن من معرفة الغير وتصوراته ومبادئه وقيمه. وقد يكون من الصعب أحيانا على لغة السارد الرحالة أن تحتوي هذا الاختلاف، فتكد جاهدة في طلبه وتفسيره ساعية بذلك إلى تقريب الآخر من الأنا. ثانيا هذا على المستوى الأول. أما على المستوى الثاني فإن الكتابة الرحلية تتوسل من أجل التعبير عن هذا الاختلاف بعملية نقل لغوية لتلك المفاهيم والتصورات والأشياء التي تبني هذا الاختلاف، وهذا هو المحور الذي سأتناوله في هذه المداخلة. ومشروع طبعا أن نتساءل لماذا يضطر السارد الرحالة إلى ترجمة مفردات أو مصطلحات تنتمي إلى ثقافة غير ثقافته، إلى لغة المتلقي. هل هذه العملية لا تعد أن تكون مجرد نقل من لغة إلى لغة أخرى ومحاولة توضيح لما يستعصي على الفهم والإدراك، أم أن الأمر يتجاوز ذلك؟ أظن أن السؤال مشروع، وبخاصة أن السارد الرحالة لا يكون دائما بحاجة إلى ترجمة العديد من الكلمات، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك. فبالنسبة مثلا للسفراء المغاربة مثل الغساني وابن عثمان المكناسي، فكلاهما يدرج كلمات باللغة الإسبانية هو في غنى عنها ثم يترجمها إلى اللغة العربية، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك مثل مثلا أتذكر الضامات هي النساء، كوستا الشاطئ، الشولداد الحارس، الذئب لوبو، ثعلب زورة، قبعة كذلك إلى آخره. وفي هذا الإطار سيلاحظ المهتم بالكتابة الرحلية أن فعل الترجمة في النص الرحلي المغربي يختلف تماما عن النص الرحلي الغربي. فإذا كان الفرنسيون أو الإنجليز يكتفون بترجمة ما هو غريب عن ثقافتهم وغير موجود في اللغة الأم، فإن المغاربة بخلاف ذلك قد ترجموا أشياء معروفة لا يمكن تصنيفها في باب الغريب، وهذه إشكالية أخرى لن أتناولها هنا.
سأحاول إذن أن أبين بعض وظائف الترجمة في النص الرحلي، وقد اخترت رحلة ويليام لومبريير Voyage dans l'Empire du Maroc et au Royaume de Fès. هذا هو الكتاب الذي صدر في منشورة سيلفي ميسنجر ونشر سنة 1990 وترجم إلى اللغة الفرنسية. ويليام لومبريير هو طبيب إنجليزي قدم إلى المغرب سنة 1789 بطلب من السلطان سيد محمد بن عبد الله ليداوي ابنه المولى عبد السلام من مرض أصاب عينيه، وكان أول أجنبي يلتقي بحريم السلطان. وارتأيت أنه من المفيد جدا أن أبدي بعض الملاحظات حول العمليات الترجمية التي جاءت في المتن. بداية قمت بجرد جميع الكلمات والتعابير التي تم ترجمتها في هذا النص ووزعتها على المجالات التي تنتمي إليها الكلمة، مثل مثلا اللباس، الأكل، المناصب أو الألقاب الإدارية، وأخيرا وضعت في خانة مختلفات التعابير التي لم تجد لها مكانا في هذا التصنيف. التعابير كما وردت في النص هي كالآتي: في مجال اللباس لدينا كلمة، هنا أود أن أثير ملاحظة وأن النطق هي مكتوبة، يعني كتبت باللغة الإنجليزية، ولست أدري كيف كانت تنطق، لأن يعني هو كتبها يعني على أساس أنها هي الكلمة في الدارجة في الدارجة المغربية أو العربية الفصحى، لكن كتابتها لست أدري يعني كيف كان ينطقها. إذا لدينا في مجال اللباس كاشوف صفحة 29، الرزة صفحة 29، حايك صفحة 61، قفطان 87، سلام صفحة 176، أكادنت صفحة 57. في مجال الأكل لدينا أكادنت صفحة 57، الجبن صفحة 62، كوسكوسو أو كوسكاسو صفحة 179. في مجال الأماكن طبي صفحة 63، مطمورة صفحة 56، القيسارية صفحة 110، دوار صفحة 152. في خانة المناصب لدينا باشا أو قائد صفحة 68، كلمة قاضي لم تترجم في صفحة 76، سايك صفحة 102، أفندي أو الوزير الأول، طالب أو مفسر، الفقه صفحة 84، الحاكوم صفحة 153، المفتي صفحة 154. في مختلفات لدينا مثلا حينما استقبل الأمير مولاي عبد السلام ابن محمد عبد الله الطبيب الإنجليزي في تارودانت، رحب به قائلا بونو طبيب بونو إنجليز، وردت هذه العبارة في النص، وشرحها الطبيب قائلا، طبيب ويليام لومبريير قائلا، هو خليط من العربية أو الإسبانية ويعني بون طبيب بون إنجليز. شهر رمضان صفحة 190، صفحة 116 وردت كلمة حناء، وما يلاحظ في نص هذه الرحلة هو أن الترجمة اعتمدت وسائل متعددة من أجل نقل المعنى، ونذكر منها المقابلات التي تردف مباشرة الكلمة التي جاءت في النص في اللغة العربية أو العامية. مثلا لدينا في مجال المقابلات كيف تتم العملية اللغوية، يقول مثلا أفندي ويحاول أن يترجمها، فكيف يلجأ إلى ذلك؟ يعني بعطف الكلمة باستعمال أداة عطف، يقول مثلا أفندي أو الوزير الأول، يعني حتى تصير الوزير الأول مقابلا أو ترجمة لكلمة أفندي. مثلا فيما يخص باشا، يعني هو يكتب كلمة باشا ويردفها مباشرة بيستعمل أداة عطف أو عامل أو قائد المنطقة صفحة 131. مثلا فيما يخص طالب، يكتب طالب ويدلي بالمقابل فيقول أو، ويعتمد جملة شارحة مفسر الفقه إلى غير ذلك. يعني الطريقة الأولى هي محاولة الإتيان بمقابلات في اللغة الإنجليزية. الطريقة الثانية هي الجمل الشارحة، مثال الكاشوف
شنو هو الكاشوف، يطلقون هذا الاسم، يعني التعريف الذي يعطيه، يطلقون هذا الاسم على الجزء من الرداء الذي يغطي أسفل الجسم، وهي شملة شارحة تشرح الكاشوف، لأن يعني سنرى ذلك أن العديد من المقابلات لا تجد لها بالطبع يعني مقابل في اللغة الإنجليزية. فيما يخص حايك، يقول هو نوع من الرداء الطويل من الصوف أو القطن. فيما يخص القفطان، هو لباس الملك، وهو لباس عريض من ثوب أحمر قاني وحاشيته من فرو. سلام 1776، هو رداء واسع منسوج من ثوب أبيض أو أزرق يلبس في الشتاء. أكادنت في مجال الأكل مثلا، فهو يشرحه ويقول نوع، هو نوع من النبيذ يعصره اليهود المغاربة من العنب والتين. مطمورة، هي حفرة كبيرة في الأرض ومغطاة بالتبن. القيسارية، هي حي مستقل تباع فيه أنواع جميلة من القماش. الحناء، حنة علامات صفراء من نبات يسمى الحناء. فيما يخص مثلا الرزة، فهو يعني يحاول أن يترجمها لكن بطريقة مختلفة تماما. هي من النادر أن نراهم يستعملون القبعة، وسنعود إلى هذا بالتفصيل. الجبن يتم ترجمته من خلال طريقة إعداده. كذلك الطوب، ويكتب طابي، فهو يتطرق إلى كيفية إعداد يعني هذه المادة التي تدخل في بناء المساكن. الحاكوم، مساعد القائد، وظيفته تشبه وظيفة ضابط إنجليزي، وقد تجتمع وسيلتان أو أكثر في عملية الترجمة، يعني تارة يجمع بين المقابل ويجمع بين الجمل الشارحة. يلاحظ أولا أن الجمل الشارحة التي غالبا ما تأتي على شكل تعريف هي السائدة في نص الرحلة، لأن المفهوم أو الشيء المراد ترجمته غريب وغير معروف، ولا يوجد ما يقابله في اللغة الإنجليزية، وبالتالي كان لزاما على السارد أن يلجأ إلى جمل شارحة لتوصيل المعنى إلى القارئ الغربي. في بعض الأحيان لا يقوم المترجم بإعطاء مقابل، بل باعتماد السياق ليوضح المفهوم، فيعرض مثلا لمراحل بناء أو إعداد الشيء المراد ترجمته. ملاحظة ثانية، كل الكلمات المترجمة وردت في نص الرحلة باللغة العربية أو العامية المغربية، ثم ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وقد جاء معظمها مسبوقا بصيغ متكررة، وهي الألفاظ أو التعابير التي تسبق فعل الترجمة، يسمونه مثلا، يطلقون هذا الاسم على، وهو عبارة عن، أو باستعمال أدوات العطف مثل أو. كلمة الكسكس أو كسكس كما يقول، وكلمة القاضي، يعني لم تترجم هذه الكلمات، وأظن أنها كانت معروفة ومتداولة في اللغة الأجنبية، فالنصوص لا توجد من فراغ، بل تدخل في علاقات تناصل فيما بينها، وهذا معروف. فكلمة كسكس وردت في العديد من النصوص الرحلية في القرن 17، مثلاً جيرمان موات مثلا الذي كان سجينا لمدة 11 سنة، يعني من 1670 إلى 1681، لا يترجم كسكس، فهو يقول، فهو يعبر عنه بكلمة طعام أمي، لكنه مثلا في صفحة 56 يعرض لجميع مراحل إعداد هذا الطعام. وهذه الطريقة هي كيفية يعني محاولة منه لترجمة هذا النوع من الطعام. بالنسبة لكلمة قاضي، لا داعي للتذكير أن الكلمة كانت شائعة في النصوص الأدبية العربية التي تمت ترجمتها إلى اللغات الغربية مثل ألف ليلة وليلة، وربما لهذا السبب لم ترد كلتا الكلمتين. هناك عبارة وردت مترجمة دون أن يأتي السارد بصيغتها العربية، وهي تتكرر 3 مرات، يا God save the king، أو باللغة الفرنسية Dieu sauve le roi، اللغة العربية يعني أو الدارجة غير واردة، ربما لأن الجملة طويلة، لكن يمكن أن نتكهن، أو يمكن أن يعني نعبر عنه الله ينجي أو الله كذا سيدنا إلى غير ذلك. وأظن أن المترجم وجد صعوبة في نقل الجملة كاملة فاكتفى بمعناها، وهو لا يشير إلى وجود ترجمان يساعده على ذلك. ملاحظة أخرى، هناك خطأ ترجمي واحد فيما يخص يعني العيد الكبير، هكذا وردت، ليس بعيد الأضحى ولكن العيد الكبير، صفحة 190، اقترح لومبخيير، ويليام لومبخيير،
المولد النبوي باعتباره مقابل للعيد الكبير، وصحها الناشر. إذن فمن خلال هذا المتن يمكن القول إن سرد تجربة الغيرية هو في العمق عملية ترجمة، فهذا الهاجس حاضر بشدة لدى السارد الرحالة، فهو يسعى إلى أن يكون ملفوظ لغة وذاته ملفوظ اللغة الأخرى، علما أن كل لغة تحيل على عالم من التصورات أو الرؤى بعيد كل البعد عن العالم الذي تحيل عليه اللغة الأخرى، فيبحث عن مقابل معنوي وتعبيري كي يقلص المسافة بين الأنا والآخر. ففعل الترجمة هو أولا دليل على وجود هذه المسافة التي تذكرنا دائما بالقطيعة أو الانفصال أو بالاتصال بين الأنا والآخر. الاتصال القطيعة هما زمنان لحركة واحدة تشتغل داخل النص، فالترجمة هي محاولة ربط الاتصال بالآخر، وهي لا تتم كثيرا بنقاط الالتقاء بقدر ما تركز على مكامن الاختلاف والمفارقة. فكلما نقل الاختلاف كلما تقلصت هذه المسافة، ولذلك يلاحظ القارئ أن موضوع معظم الكتابة الرحلية هو المختلف على جميع المستويات. وإذا كان النص الرحلي خاليا من كل غريب فقد لا يهتم له القارئ، وقد يكون موضوع شك. ونذكر في هذا الصدد أن في نهاية القرن السابع عشر بداية القرن الثامن عشر انعرف الأوروبيون إقبالا كبيرا على النصوص السردية مثلا الفرنسية والإنجليزية، وخصوصا الرحلات التي يعني كانت يعني تحكي تلك البلاد البعيدة وبخاصة المشرق. لماذا؟ لأن تلك المحكيات كانت دائما تحكي أو تأتي بالغريب وبالمختلف، وبالتالي فقارئ الرحلة يتطلع دائما إلى عالم مغاير ومختلف لا صلة له بعالمه، ولا يجب على السارد الرحالة أن يهدم أفق الانتظار هذا، بل يجب عليه أن يفي بميثاق القراءة الذي يبرمه مع قارئه، ويستدعي الحديث عن الغريب والمختلف في الترجمة. ولا يجب علينا أن ننسى أن عملية الترجمة تضفي على المحكي طابع الجدية، وبالتالي يكون السارد موضع ثقة، وهنا يكون للترجمة وظيفة استشهادية، مثلها في ذلك مثل التواريخ وأسماء الأعلام والأماكن إلى آخره، فهي الدليل على تواجد الرحالة على تلك الأرض الغريبة، والدليل كذلك على أنه رأى أو سمع ما يقوله في نصه. وحين يملأ فضاء النص بكلمات أجنبية فهو يأتي أيضا بالدلائل على صحة أقواله، لكنه أثناء قيامه بعملية الترجمة فإنه يختار ترجمة ما يراه مناسبا للقارئ، وهذا مهم جدا، وما يخدم مشروع كتابته، ويرتب كل ذلك وفق مقصدية معينة. فحينما يترجم ويليام لومبريير أنواع اللباس المغربي التي لا تتعدى أربعة أنواع، يعني في الرحلة كاملة لا نجد إلا ترجمة أربعة أنواع: حايك، قفطان، المهم الكلمات التي ذكرتها من قبل، أربعة أنواع. ويقترح جملا شارحة تختزل اللباس في المادة التي نسج منها وفي اللون فقط، هو رداء من صوف، هو رداء من قطن، لونه أحمر، لونه أبيض، كذا، لكي ولا يعرض أبدا لمميزاتها الأخرى، وبالتالي فهو يعبر كذلك عن علاقة المغرب باللباس، لكي يتطرق فيما بعد بصفته الطبيب إلى علاقة اللباس بالعديد من الأمراض التي تنتشر بين المغاربة آنذاك. فهو من خلال هذه العملية يبني صورة الإنسان المغربي باعتباره إنسان بدائيا يجهل ثقافة اللباس، وحينما يتحدث عن مختلف المناصب الإدارية ويترجمها فهو كذلك يرسم صورة النظام السياسي في المغرب آنذاك، ويقارنه ضمنيا بالنظام السياسي البريطاني الذي يعرف تنوعا كبيرا يشي بديمقراطية متطورة. ويعتبر غاني أن أحد من الباحثين في الأدب الرحلة أن الترجمة قد تكون ممارسة ثقافية لكنها أيضا ممارسة سياسية، فيرى فيها، وهنا أذكر ما قاله غارني، فضاء لتصفية الحسابات بين الأمم، نهاية الجملة. ونذكر في هذا الصدد أن الصحافة الغربية
وبخاصه الفرنسيه والانجليزيه كانت تعتمد كثيرا على ترجمات النصوص الرحليه في نهايه القرن 19، في نهايه القرن 18 بدايه القرن 19 كانت تعتمد كثيرا على ترجمات النصوص الرحليه والملاحظات والحواشي التي كان يقوم بها اثناء عمليه الترجمه يعني المترجمون، بل استفادت الصحافه كثيرا بعمل المترجم الذي ساعدها في بلوره خطابها انذاك، كما يعبر عن ذلك الباحث جوراتيك قائلا: ان الصحافه كانت في علاقتها مع المتن الرحلي، وهنا يعني اريد ما جاء به، فضاء للمناقشه والنقد. وحين يكتفي لومبريير بترجمة نمط طعام واحد فقط دون باقي الأطعمة الأخرى، فهو يعبر عن غياب تعدد الأطعمة أو ندرتها أو عدم تنوعها، فالاختيارات الترجمية كلها قبل أن تكون نقلا لمعارف مختلفة يعني سياسية واجتماعية واقتصادية إلى آخره، فهي أيضا تعبير عن محدودية العقل المغربي آنذاك في جميع المجالات. فالترجمة في العديد من الخطابات الرحلية لا تراعي التوازن على مستوى المشارات المختلفة ولا تنكب على كل مظاهر الحياة، بل هي عملية انتقائية تمليها العديد من التمثلات والاعتبارات النفسية والإيديولوجية إلى آخره التي تدخل في كيفية صياغة صورة الآخر. ويمكن للقارئ أن يلمس بلاغة هذه المحدودية ليس فقط على مستوى الترجمة بل حتى على مستوى المعجم والأسلوب إلى آخره. والحديث عن المحدودية هو في حد ذاته مقارنة مسكوت عنها بين الأنا والآخر على كافة المستويات، وتمركز على الذات، لأن هذا الأداء الترجمي يعني أيضا أن الرحال المترجم يصدر أحكاما على الآخر فيقرر إما تفوقه أو دونيته أو بدائيته أو تحضره تقدمه أو تأخره إلى غير ذلك. ومن خلال استراتيجية الترجمة يمتلك السارد سلطة تقييم الآخر والحكم عليه، يتبناها القارئ لا محالة، فهو المرجع ليس فقط لأنه شاهد الآخر أو سمعه، بل لأنه يمتلك قدرة التسمية والتعيين وقدرة إعادة تركيب ذلك الواقع داخل خطاب معين. فالمحكي الذي يتحدث عن الآخر هو مزيج من الوصف والتحليل والسرد والترجمة أيضا، وبالتالي تتخلله عمليات تسمية تحمل معارف ومكملة من أجل بناء صورة الآخر. فإذا عجزت الترجمة عن الإتيان بمقابل تلجأ إلى التعريف. مثال في المتن الذي لدينا، مثال القيسارية هي حي مستقل تباع فيه أنواع جميلة من القماش، مطمورة هي حفرة كبيرة إلى غير ذلك. أو تلجأ إلى الإيحاء عن طريق السياق، يعني عوض أن يترجم كلمة مثلا ويليام لومبريير، عوض أن يترجم كلمة رزة لأن المقابل لا يوجد في اللغة الإنجليزية، فكيف تشتغل هذه الترجمة؟ يعني هو يقول مثلا: من النادر أن نراهم يستعملون القبعة بل يضعون رزة، بمعنى أن القارئ الإنجليزي يفهم أن هذا الشيء الذي اسمه رزة يعني يوضع على الرأس، لكن لا علاقة له بالقبعة الإنجليزية أو القبعة الغربية، فله يعني أن يتخيل كيف تكون هذه القبعة. أو تعتمد مثلا الترجمة وصف الكيفية التي يتم بها إعداد الشيء المراد ترجمته. وكل هذه الطرق الترجمية تضيف معلومات أخرى تجعل من المترجم الرحالة عالما موسوعيا لا يكتفي بالبحث عن المقابلات اللغوية فقط، بل ينقب أيضا في مجالات أخرى خارج عن نطاق اللغة مثل الأعراق. فهو مثلا سايك يريد كلمة سايك، ما معنى سايك؟ أولا يشير إلى أنه مثلا هو شخصية تقوم بتسيير مثلا دوار، يقول مثلا متجر، وهنا يفتح جملة ويعبر أن مثلا عن كون أن هذه الكلمة هي يعني لغة أمازيغية. ثم يأتي إلى كلمة دوار ويعرفه يعني وفي محاولة وهو يحاول أن يترجم هذه الكلمة، فهو يقوم بتعريف هي مخيمات عربية، ننتقل من الأمازيغ إلى العرب. مثلا حينما يتحدث عن الحناء أو العلامات الصفراء فهو يتحدث كذلك عن نبات يسمى الحناء، أو الدين حينما مثلا يقوم بترجمة كلمة طالب.
طالب دونك فهو يبحث في مجال الدين ومجال الفقه لكي يعني يقترح مقابل لهذه الكلمة. فما كان من قبيل التصنيف فقط مثل مثلا كاشوف وقفطان وحايك وسلم إلى آخره، أسماء تدخل في خانة اللباس المغربي، تصير أيضا وصفا وتفسيرا معرفيا مكملا، فيصبح القفطان مثلا لباسا ملكيا يتميز بلون خاص، ويصير السلام لباسا شتويا، والرزة لا تشبه إلى غير ذلك. وهكذا يكون فعل الترجمة هنا بمثابة المحك الذي يثبت قدرة الرحالة على كتابة التجربة الغيرية، ففضاء كتابته يعكس صراع الكلمات والثقافات واللغات، وهو طرف في هذا الصراع، يخضع فعل الترجمة لاستراتيجية معينة تحكمها عوامل مختلفة. فسارد الرحلة كما يقول سارجا موسى، وهنا يعني جملته تفيد بأن، فهو يقول رغم ادعائه، بمعنى المترجم، رغم ادعائه أنه مجرد مترجم، فهو يخضع لإكراهات مختلفة. ما هي هذه الإكراهات؟ هي أحكامه القيمية، تطلعات جمهوره، قوانين جنس الكتابة الذي يعتمده. كذلك وأكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المداخلة، وشكرا. شكرا سيد قيسي على هذه الورقة الثرية جدا، ونشكرك أكثر على التزامك بالوقت المخصص. كانت ورقة يعني ثرية جدا، جعلتنا يعني نقارب فعل الاحتلاف والغيرية كما تطرحان في عملية الترجمة وعملية الترجمة من خلال نموذج يعني تجريبي، هو نموذج سور ويليام لومبخيير، حيث أبرز لنا السيد تخيسي كل ما يطرح أثناء عملية الترجمة من مشاكل، وما يلجأ إليه المترجم من وسائل لتقريب وتقليص هذا الشق أو الاختلاف الموجود بين الثقافات، وأيضا أثناء عملية تقليص هذا الفوارق أو هذا الشق هو نفسه يعمل على توسيعه لأسباب متعددة طرحها الأستاذ تخيسي في نصه.